ربنا يوفق السيسي، انت تعيد ان مصر لحالها، ربنا يوفق السيسي. عايزين البلد تستقر وعايزين الشباب تشتغل بروح في مصلحتها. تقول ايه الشعب المصري بقى؟ الشعب المصري تمام بصراحة، واقفة كويس وعارف الصح من الغلط وفاق من اللي هو فيه. الشعب فاق من اللي هو فيه، ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ربنا يصلح حال الناس، انا ربنا وصلح حال الناس كل حاجه هتبقى كويسه، كل حاجه هتبقى كويسه، انما المشكله كلها في الناس مش في البلد. كل اللي بيقول حاجه عايز اقولها بس محدش بيبص كده. انت طلباتك ايه؟ انا طلبات ربنا يصلح حال الناس، انا مش عايز حاجه من حال الناس، انا عايز ربنا يصلح حال الناس بس. عايزين البلد تتعدل، خش يا عم رمسيس. ايه؟ رمسيس. ومهم الشعب. خش يا اسطى. في واحد ورا الكرسيين عندك اهو. خش. عايزين البلد تتصلح وتتعدل. والامن والامان يرجع. لان الدنيا اصلها بايظه فهيقول مطلوب الفتره اللي جايه. وبعدين الراجل السياسي فاهم. مش فاهم. حاجه الامن والامان والبلد تتعدي. عايزين اكتر من كده، عايزين حاجه ربنا يصلح حال الناس وصحيح. وربنا يهدي الناس. المفروض الشعب المصري يتغير الاول. تمام. لسه بقول اهو، ربنا يصلح حال الناس الاول. امين يا رب. ربنا يعينه ويقويه علينا. صحيح. والله العظيم ربنا يقدر على خير اللي هو في 20 دول على خير ان شاء الله. كلنا نقف على الشعب المصري يعني. شعب كويس والله. شعب غلبان وطيب. كلمة بتوديه كلمة بتجيب. الشعب المصري ربنا يهديهم يا رب ويهدي البلد كلها.